عملية التوسعة ستشمل إنتاج صفائح الحديد وأنواع أخرى من الحديد الموجه لصناعة سيارة، وكذا صناعات الكهرومنزلية وغيرها من الصناعات، وهي مواد تقوم الجزائر حاليا باستيرادها من دول أوروبية وأسيوية، حيث سنعمل على إنتاجها محليا وسيتم توجيه الفائض نحو التصدير. فيما يخص القدرة الكلية للإنتاج فستبلغ 2.5 مليون طن سنويا، حيث سنبدأ بالتكفل باحتياجات مصانع التوسعة بداية من شهر أفريل المقبل.